للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف نيفين الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري. أهلا بكم سيد سنجري إلى هذه الجولة الإخبارية. بحسب ما قال النائب محمد الصيدلي، انتهاكات الميليشيات المسلحة والأجهزة الأمنية لا تزال مستمرة ضد أهالي نينوى، كيف تنظر لهذه الانتهاكات؟ بكل تأكيد ما قاله الصيدلي وغيره من النواب مثل النائب الآخر شروان الدبرداني الذي تحدث عن أرقام أضعاف ما ذكرته وكالة Human Rights Watch وغيرها من المنظمات الإنسانية، أن الأرقام مخيفة، الصور كارثية الحقيقة التي وصلت والتي نشرتها منظمة Human Rights Watch. نتحدث عن ليس سجون، هناك معامل لإنتاج الإرهاب، معامل لإنتاج الخوف، معامل للتجارب البشرية. نتحدث عن أطفال لا يتجاوزون السنوات القليلة، نتحدث عن عجائز نساء تجاوزوا 70 عاما، نتحدث عن رجال، نتحدث عن شباب، الكل مستهدف في مدينة الموصل. هناك أرقام مخيفة، هناك صور كارثية تأتي من السجون، وهناك آلاف المعتقلين في أماكن لا تصلح لاعتقال المئات. في سجن مكافحة الإرهاب في مدينة الموصل وسجن في قضاء الكيف هناك 6700 سجين، المفروض لا يسع هذا السجن إلى 400 أو 500 سجين. نعم، يعني اللجنة الأمنية بنينوى تقول بأن 7000 محتجز في معسكرين بالموصل يتعرضون للتعذيب. بماذا تفسر الاعتقالات؟ يعني أغلب هذه الاعتقالات عشوائية كما تقول المنظمات الحقوقية. هذه الاعتقالات هي لكل شاب في مدينة الموصل. هناك 70000 مذكرة اعتقال، هذا الرسمي، أما من الغير رسمي فالعدد أكبر من ذلك، لم يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام. الكل مستهدف في مدينة الموصل، علينا أن نترك المدينة مثل ما تركها الكثير، وأنا من ضمنهم، ولكن على الجميع أن يترك هذه المدينة أو يصمت، ومن يصمت سيأتي الدور عليه لاحقا. هناك الاعتقالات التي لأتفح الأسباب، لوشاية أو مخبر سري، لمشكلة صغيرة، لتشابه الأسماء، لأنك معتقل سابقا بوشاية مخبر سري سيتم اعتقالك مجددا. كل من تم اعتقاله في عام 2010 2011 2012 2013 2014 تم إصدار مذكرات اعتقال مرة أخرى بحقهم جميعا، ومن ضمنهم المتكلم، على الجميع أن يتم اعتقاله في مدينة الموصل. هذه الحالات تسبب عامل التغيير الديموغرافي، تسبب هجرة الشباب، تسبب النزوح إلى أربيل، إلى خارج مدينة الموصل، إلى تركيا وكثير من الدول الأخرى. التغيير الديموغرافي عامل مهم جدا، يتناسب هذه الاعتقالات مع إصدار قرارات بعدم منح إجازات البناء، مع قرارات عدم تنشيط عملية الاقتصادية في الموصل. هي عدة عوامل، من ضمنها الاعتقالات، ملف الاعتقالات في مدينة الموصل ملف شائك وملف إنساني كبير، لكنه يجري وأمام السلطات المحلية وأمام السلطات المركزية التي تشرف بنفسها على هذا الملف. ملف معقد جدا، إنساني، الوضعية السجناء خطرة جدا، هناك من لا يتلقى العلاج، هناك أطفال، هناك نساء، هناك شيوخ، هناك عجائز يتلقون أنواع التعذيب، وهو يتلقون أنواع المعاملة السيئة جدا والطائفية من قبل تلك القوات التي تسيطر على مدينة الموصل ولا تقدم لهم أبسط مقومات وحقوق السجناء والنزلاء على مستوى العراق ومستوى العالم. إلى أي مدى ترى الصبغة الطائفية بعمليات اعتقال وتعذيب العراقيين بمحافظات بعينها ربما؟ لا نجد سببا آخر غير الطائفية والتغيير الديموغرافي، لا نجد أي سبب آخر. عناصر داعش والكل يعلم بأن أغلبهم من قاتل وقتل في مدينة الموصل. نحن نتحدث عن شاب صغير بالسن 12 و13 سنة، يعني قبل سنتين أو ثلاثة كان عمره 9 سنوات، هل كان داعشي؟ أو 8 سنوات هل كان داعشي؟ عن نساء، هل هذه امرأة سبعينية هل كانت داعشية؟ محكومة 15 سنة في سجون تلكيف. نتحدث عن وشايات، عن مخبر سري، عن مساومات،
حتى النائب محمد إقبال الذي صرح بذلك التصريح لديه ميليشيا في مدينة الموصل، وهذه الميليشيا قبل فترة تم اعتقال أعضائها وهم يقومون بابتزاز أحد المواطنين. لا يوجد سياسي ونائب في البرلمان إذا لم يتبع ميليشيا معينة في مدينة الموصل، الكل مشارك، السنة قبل الشيعة، ولكنهم مستفادين من هذا الأمر. هذا الأمر يوفر لهم الدعم المالي والغطاء السياسي لكي يستمروا في مناصبهم، ولكي يستطيعوا أن يستفادوا من هذه المناصب ودعم كتلهم وأحزابهم ومشاركتهم في الانتخابات. الكل مشارك في اعتقال أبناء مدينة الموصل وأهلها وشبابها ورجالها ونسائها، وحتى ما جرى من اغتصاب أطفالها في مدينة الموصل. شكرا جزيلا لك الأستاذ زياد السنجري، الإعلامي والصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.